بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. قطعا المشاهدين اللي بيتتبعونا قطعا دلوقتي بقى عندهم فكرة عن حاجة اسمها الخلية، وشافوا الخلية الحية أكثر من مرة. احنا بقالنا دلوقتي حوالي 12 سنة نعمل هذا البرنامج من أيام عصر تلفزيون الأبيض والأسود، وفي عصر التلفزيون الملون أكثر من 120 حلقة، وفي عديد من الحلقات ومن المناسبات المشاهدين شافوا ايه حكاية الخلية الحية. وفي بعض الحلقات كانت كلها عن الخلية، ومرة عملنا حلقة عن غشاء الخلية، وحلقة مرة عن الموت والحياة في الخلية. يعرفوا دلوقتي المشاهدين ايه هي الخلية الحية، ان هي الوحدة اللي بتقوم على اساسها المعمار الحي كله، سواء كان حيوان أو نبات. وعندهم فكرة عن مواصفات هذه الخلية وحجمها اللي بيوصل أحيانا من الصغر إلى 1/1000 من الملي. واحد على ألف من الملي، أوضة حجمها 1/1000 من الملي. ومع كده في هذه الغرفة الصغيرة المتناهية في الصغر في عشرات الألوف من المصانع للتخليق الكيماوي، زي ما بقول من غير مبالغة، عشرات الألوف من المصانع للتخليق الكيماوي. شوفوا قد ايه المصانع دي هتبقى قد ايه، وبتصنع ايه، وبناء على ايه بتصنع البروتينات اللازمة للخلية، بناء على ورقة عمل بتيجي اول باول من النواة اللي هي مركز الادارة في الخلية. النواة دي هي غرفة العمليات ومركز المستندات والارشيف والادارة، ويطلع منها أوامر شفرية باستمرار على شكل ورقة عمل تنزل في السائل الحي وتبلغ. وبعدين هذه المصانع اللي بقول لك عشرات الألوف من المصانع تخلق البروتينات بناء على ورقة العمل دي. ومعروف ان كل خلية وكل كائن حي له بروتين الخاص بيه. انا البروتين بتاعي مش زي البروتين بتاعك، ما ان احنا كلنا بشر. لو جم يركبوا الواحد محروق جلد من واحد تاني جسمه يرفضه، لان البروتين هنا معرفوش الختم بتاع صاحبنا، فيبقى اسمه مادة غريبة، مع ان ده انسان وده انسان، كان المفروض يرقعوا الجلد فينمو. لا، ده كل كائن حي له ختم بالبروتينات بتاعته الخاصة بيه، وما يقبلش ابدا. زي تتركب قلب يترفض، كليه تترفض، الا بقى لازم بمواصفات معينه وبيعملوا اساليب جهنميه عشان يسكتوا الجهاز المناعي لغايه ما بتلحم، ومع كده لازم تيجي وقت برضه هتترفض. لكن كل كائن حي له الماركه والختم بتاعه. هي دي الماركه والختم موجوده فين؟ في نواه الخليه، بتطلع تعليمات بتخليق البروتينات بالمواصفه كذا 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 فتتعمل. وفي حلقة شفنا ازاي ان الفيروس بيتسلل الى الخلية عشان يطبع من شخصه عدة الاف من النسخ، لان هو ما عندوش معمل يطبع ولا يتكاثر. هذه المصانع المتناهية في الصغر من 10,000 مصنع واكتر جوه اوضة 1/1000 من الملي. المصانع دي في النهاية جزيئات صغيرة، جزيئات يعني حاجات كلها ما تتشافش.
ما تتشافش. تجي لها التعليمات الشفرية من النواة بتصنيع البروتينات وفق مخطط معين وكيمياء معينة فتعملها، وهي دي البروتينات اللي بتقوم عليها حياة الخلية. النواة اللي هي معجزة الخلق فيها، قلنا ان جواها فيه الجينات الوراثية اللي هي حاجة زي اللوح المحفوظ اللي موجودة فيه صفاتك ولونك وعيوبك وأمراضك وميزاتك وذكائك وغبائك وصفاتك، كل قدرك مكتوب شفريا جوه الجينات الوراثية دي اللي بيسموها الدي ان ايه، ومحفوظ في الكروموزومات جوه النواة، عشان لما تبتدي الخلية تنقسم تنقسم بناء على مواصفات معينة. لكن الخلية ليست فقط مجرد مادة حية ونواة، ده في غير كده برضو أعاجيب غير المصانع اللي حكينا عنها اللي بتخلق البروتينات، في مخازن تخزن المنتجات دي جوه الأوضة 1/1000 من الملي. خدوا بالكم ما تنسوش انها أوضة 1/1000 من الملي، فيها عشرات الألوف من المصانع للتخليق الكيماوي، فيه مخازن تخزن المنتجات دي، فيه مولدات للطاقة، في جهاز لصرف العوادم السائلة، حاجة كده زي الفقاعة تتملى السائل تيجي لغاية طرف الخلية وتنفجر وتطلع السائل الزائد اللي هو ملوش لازمة. في جهاز للتصرف في العوادم الصلبة، الفضلات الصلبة، في جهاز لتذويب القذرات والشوائب اللي تبقى في الخلية، وأحيانا ممكن يدوب الميكروبات المعتدية، وأحيانا لما الخلية تموت يدوبها كمان. في سلسلة من الأنابيب والقنوات جوه هذه الغرفة اللي هي 1/1000 من الملي يمشي فيها السائل الحي. في وسائل حركة خلية، خصوصا الحيوانات أو النباتات وحيدة الخلية اللي بتتحرك، ففي وسائل حركة عن طريق أهداب أو كرباج شابك في الخلية، أو عن طريق ألياف تنقبض وتنبسط فتتحرك الخلية انقباضا وانبساطا، وأحيانا بتبقى في خلايا تتحرك بطريقة غير مفهومة زي مثلا الأميبا. تتحرك الأميبا باندفاع المادة الحية، تندفع المادة الحية كده في شكل أزرع كاذبة وتحوط الفريسة وتهضمها. اندفاع السائل الحي لغاية دلوقتي مش مفهوم بيحصل ازاي، خاصة ان هذا الاندفاع اندفاع له هدف، يعني السائل الحي يندفع كده من الخلية عشان يحوط الفريسة، فاذا اندفاع مخطط. طيب مش مفهوم ولا حتى ازاي بيحصل الانسياب بتاع السائل الحي البروتوبلازمي جوه خلية الاميبا. فاحيانا حركة الخلية بتبقى لغز. جدار الخلية نفسه عبارة عن خيوط مجدولة من السليلوز أو البوليساكرايد، حاجة فن سريالي كده لوحده جدار الخلية. جوه جدار الخلية بعده على طول فيه الغشاء، كل الخلية محطوطة في غشاء. الغشاء نفسه معجزة تانية، عملنا مرة حلقة على الغشاء أثناء كلامنا عن وظيفة الكلى، وقلنا إن الغشاء ده هو اللي بيقوم بعملية الفرز، لأن هو هذا الغشاء زي البواب اللي قاعد على باب المؤسسة، يفرز كل واحد داخل ويقول له هات بطاقتك، اللي له الشغل يدخله واللي عواطل يكرشه. فالغشاء اللي بيقوم بوظيفة غريبة أو وظيفة انتقائية، كما لو كان يعني استعلامات يعني، فده وظيفته في الكلى ان هو المواد اللي في الدم اللي عاوزه ما لهاش لازمه تطلع في البول، والحاجات اللي لها لازمه ما يسمحش بخروجها. فدي خطوره هذا الغشاء، ان هو ما هوش مجرد حته غلاله كده ولا وشاح كيس كده محطوطه فيها الخليه، لا ده له وظيفه خطيره.
وبعدين شفنا مسألة انقسام الخلية وتكسرها لوحدها شغلانة غريبة قوي في دقتها، والانقسام بتهيمن عليه النواة. أول حاجة تحصل إن الكروموزومات نفسها يحصل لها نوع من الانشطار بالطول، اللي هي الجينات الوراثية دي تنشق بالطول فيبقى يطلع منها نسختين زي بعض بالظبط، ويتحركوا كل واحد في اتجاه اكن دي مجموعة باليه ودي مجموعة باليه، حاجة غريبة اكنها فعلا راقصات باليه بتتحرك. وبعد كده تبتدي الخلية تتخنصر في النص وتبقى خليتين، كل خلية لها نواة خاصة بها. الانقسام ده في سرعته ومعدلاته ونظامه، وخاصة انه بيدي خليتين من نفس النوع ونفس الشكل ونفس التفاصيل، فبيورث نفس الصفات للخليتين. وفي الانقسام ده انواع، انقسام خضري بسيط ان الخلية تنقسم اتنين، او انقسام جنسي يحصل فيه تنوع في الخلايا فتبقى فيه خلية ذكرية وخلية انثوية ويلتقوا يعملوا زي جوت وتطلع كائن جديد. واحيانا نتيجة الظروف السيئة في البيئة نوصل نلاقي الخلية تتحوصل وتكف عمليات الحياة اللي فيها وخلاص تبقى جرثومة كده، لغاية تنهك لغاية ما تيجي ظروف ملائمة وتيجي رخة مطر حلوة نوصل نلاقي انفجرت الحوصلة وطلعت الكائن تاني وابتدى يتكاثر من جديد. عمليات التكاثر محكومة بعوامل دقيقة جدا، الظروف الملائمة في البيئة وغير ملائمة، الحر البرد الجفاف، كل دي ما هي. وبعدين له معدل، المعدل ده محسوب على أساس ان ما فيش كائن ينقرض. يعني مثلا حيوان زي الباراميسيا من خلية واحدة كل 8 ساعات تنقسم الخلية تبقى 2، 8 ساعات بعد كده يبقوا 4، 8 ساعات بقى 8، 8 ساعات 16، 8 ساعات 32، 64، وهكذا. حسبوها بعد 113 يوم ممكن باراميسيوم الواحد يتكاثر يبقى بحجم الكرة الأرضية. طبعا من لطف ربنا ده ما بيحصلش. ليه؟ لأنه بيهلك معظمه ويؤكل فما يفضلش منه إلا يدوبك النسل اللي يبقي على نوعه، فدي محسوبة. وقلنا برضو في حلقة قبل كده ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيدي نسل كتير للكائنات الضعيفة ونسل قليل للحيوانات القوية والكائنات القوية. انسان يخلف 1، 2، 23، لكن الباراميسيوم زي ما قلنا في 113 يوم هيخلف نسل ممكن يغطي الكرة الارضية. ليه؟ لانه ضعيف، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ان هو هيؤكل ويهلك واي ضربة شمس ممكن تقضي عليه. فهي نتيجة الحسبة دي عوامل الإهلاك هتخلص على مثلا 99.99 من 100 من مجموع نسله، فيبقى لازم النسل يبقى نسل كبير جدا عشان يظل هذا الكائن موجود، والحكاية كلها محسوبة. هي جمال الفيلم اللي هنشوفه الليله دي ان هو هيدينا تنوع، يعني اكبر مجموعه من الخلايا في ميه البحر والميه العذبه، يعني هتشوفوا حقيقي متحف حي لتنوعات غريبه من انواع الخلايا بلا عدد. ده البحر مستقر الاسرار والحياه، نقطه من ميه البحر. شوفوا الكائنات اللي جوه مية، 50,000 نوع من الكائنات، 50,000 نوع كأنها قمر صناعي في الفضاء، في الفضاء السحيق. شوف شكلها ايه، كل دي عبارة عن كائنات جوه نقطة مية من مية البحر، 50,000 نوع، شيء غريب. مين يصدق ان كل ده في نقطة من مية البحر؟ كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك من تشكيلات، عدد لا يحيط به استقصاء. دي المية الحلوة بقى، المية العذبة، مستنقعات والبحيرات والانهار،
هناخد نقطة منها هنلاقي عدد أكبر وتنوعات أكثر، أمم وقبائل وشعوب جوه نقطة. شوف دي نقطة، كل دي نقطة. دي راس دبوس، شوف راس دبوس النقطة اللي حواليه راس الدبوس فيها قد ايه من الكائنات، شعوب وأمم. هنكبر النقطة دي شوية 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 عشان نشوف العجائب اللي فيها. شوف الكائنات هنا قد ايه، خلايا نباتية وخلايا حيوانية. شوف الهلمة دي، عالم. باراميسيوم، كائن ده اسمه الباراميسيوم. دي خلية نباتية اسمها اليوجلينا، بتتحرك بكرباج وجواها حبيبات الكلوروفيل. شوف الكرباج اللي فوق ده اللي بتتحرك بيه، عبارة عن خلية واحدة نباتية، نبات كالحيوان وحيوان كالنبات. دي الأميبا، شوف حركة الأميبا، شوف انسياب اندفاع السائل الحي اللي اتكلمنا عنه. حركة الأميبا كلها بتتم باندفاع السائل في شكل أذرع كاذبة بتحوط الفريسة. شوف اهي دي حركة الأميبا، دي دراع الأميبا نفسه، عبارة عن انسياب السائل الحي. السائل الحي اللي جواه بيندفع، حدش عارف بيندفع ازاي، بيعمل أذرع كاذبة بتحوط الفريسة وتهضمها. شوف حوطت الفريسة اهي وابتدت تهضمها. كل دي فضلات جوه الأميبا، دي أنواع وأشكال من الأميبا. شوف حركة الأميبا، شوف السائل الحي بيندفع ازاي، ما حدش عارف اندفاع. شوف الفقاعتين دول هم دول جهاز لطرد الفضلات السائلة. شوف تطلع الفقاعة لغاية سطح الخلية وتنفجر، وبذلك يتخلص الكائن الحي من السائل الزيادة، نوع من المثانة، نوع من الجهاز البول البدائي. شوفوا الأميبا محوطة ايه، شوفوا محوطة ايه، صيدة كم تندفع بأذرعها وتحوط الفريسة. هنا برضو صيدة حاجة كده محوطاها ايه. شوف الدراعين بيحوطوا ازاي، هوب حوطوا الفريسة. ده خرم إبرة، شوفوا خرم الإبرة ده هينفد منه ايه. دي نوع آخر من الكائنات ذوات الهياكل، يقولوا عليها فورامينيفرا، خلايا لها هياكل من السيليكا. شوفوا الهياكل جميلة ازاي، كل واحدة من دول خلية لها هيكل، الهيكل من مادة السيليكا. شوفوا الهياكل الجميلة ازاي، كأنها أقمار صناعية. شوفوا شيء حقيقي جميل، كل واحدة من دول خلية لها هيكل من السيليكا. كل دي من فصيلة الراديولاريا. شوفوا الهياكل شكلها ايه، أكنها فازة. دي نسخة من أحد الهياكل في فصيلة الراديولاريا
اللي هي الخلايا الوحيدة ذات الهياكل. شوف حاجة غريبة، ده هيكل مكبر قوي قوي، بتبقى الخلية جواه بقى. لما تموت الخلايا دي كل هياكلها تتراكم في قاع البحر زي ما احنا شايفين، كل دي هياكل الفورامينيفرا، فصيلة كبيرة منها الراديولاريا ومنها البازيلاريا اللي هي اللي شايفينها دي، عبارة عن خلايا متراصة زي الحصيرة ولها حركات انزلاقية غريبة برضو مش فاهمينها. يعني العلماء قاعدين لغاية دلوقتي يفكروا ازاي بتحصل الحركة الانزلاقية في البازيلاريا اللي هي الكائن الغريب ده. شوف الخلايا مصففة على شكل حصيرة، والحصيرة بتعمل حركة انزلاقية غريبة قوي. شوفوا خرم إبرة هينفد منه مئات من الباراميسيوم، أهي دي الإبرة دي، هنكبر الخرم وهنشوف بيعدي مئات من حيوان الباراميسيوم جوه خرم الإبرة. بالنسبة للباراميسيوم يعني خرم الإبرة ده يعني هو كبير قوي. الباراميسيوم عبارة عن حيوان ذو خلية واحدة، شوفوا بيصوروه جوه نقطة أو بيكبروه، أهو ده الباراميسيوم، حيوان ذو خلية واحدة بيتحرك بالأهداب، في أهداب حواليه بيتحرك بيه. هنا خلية مكبرة بنأكله نوع من الخميرة بنربيه في مزارع. شوفوا حركة الباراميسيوم، شوف حركته شكلها ايه، يقدر ينضغط في اي مخنق وينفد من اي خرم، انه مرن جدا وطري. شوفوا الاهداب حواليه شكلها ايه، هو عامل زي الشبشب كده. شوفوا بقى داخل ازاي، شوفوا ازاي بيتشكل حسب اي مخنق يخش فيه. هنا بنأكله على الخميرة دي خلايا ملونة، خلايا ملونة من خلايا الخميرة، فبعد ما أكلها شايفينها ملونة جوه جسمه، بنتتبع بقى ايه اللي بيحصل للحبيبات الغذائية دي جوه جسمه، نشوفها ازاي بتتهضم وازاي لونها بيتغير. يعني بتدينا مثال على عملية الهضم جوه حيوان الباراميسيوم ذو الخلية الواحدة، ذو الخلية الواحدة. نشوف حبيبات خلايا الخميرة الملونة تتهضم وتتغير لونها. كل باراميسيوم بلع له كام خلية من خلايا الخميرة وقاعد يمزمز فيه. احنا بقى نتتبع بقى كل اللي بيحصل لكل خلية صغيرة من خلايا الخميرة الملونة دي في دورة الهضم جوه حيوان الباراميسيوم ذو الخلية الواحدة. باراميسيوم له نواتين، نواة كبيرة ونواة صغيرة، ايه اللي شايفينها دي، نواة كبيرة ونواة صغيرة، دي النواة الكبيرة دي والصغيرة جنبها. بينقسم كل 8 ساعات وبالحساب بعد 113 يوم ممكن يتكاثر، يبقى بقى يغطي سطح الكرة الأرضية. لكن طبعا حسن الحظ انه يهلك معظمه ويؤكل، وإلا ما كناش نلاقي شارع نمشي فيه. شوف بقى انقسام كل دول باراميسيوم. ده نوع تاني من كائنات النباتية اسمه فولفوكس، كل واحدة من دول 5000 خلية،
بداية تجمع الخلايا بقى عشان تعمل مستعمرات. كل واحدة من دول مستعمرة حجمها تقريبا قد حبة رمل وفيها 5000 خلية، وكل خلية ممكن تعيش لوحدها لكن ما تقدرش تتكسر، إنما لو اجتمعت في المجموعة الهائلة دي في المستعمرة دي ممكن تولد مستعمرة صغيرة، لأن بقى في تخصص جوه المستعمرة، ابتدت فيه خلايا تتخصص تبقى خلايا جنسية وهي اللي تعمل الولدة الجديدة. اهي دي ولدة جديدة، دي ولدتين جداد جوه مستعمرة البولبوكس. زي ما قلنا ده نبات، هنا 4 ولدات اهم، كل واحدة من دول هتنزل تبقى مستعمرة جديدة. قلنا المستعمرة الواحدة فيها حوالي 5000 خلية، ودي خلايا بتتخصص بعضها يتخصص في الحركة عن طريق كرابيك خاصة كده فيها هو اللي بيحرك، وخلايا تتخصص في الجنس، وخلايا في الهضم، وخلايا الفولفوكس فيها كلوروفيل لأنها خلايا نباتية. دي بداية تجمع الخلايا في مستعمرات، بيبقى شكله جميل قوي تحت الميكروسكوب أكنه نجف كريستال كده أخضر. الشمس هي سر الحياة في البحر، في البحر والبر، وكل القبيلة اللي شفناها دي اللي هي بيسموها بلانكتون، كل الكائنات الصغيرة الدقيقة أو كائنات البحر الدقيقة، بتيجي بالنهار تغطس في القاع وبالليل تطفو على السطح. وهذه القبيلة اللي هي من الكائنات الدقيقة هي رغيف العيش، وهي الشوربة والمكرونة اللي بتعتمد عليها الأسماك والحيتان في الغذاء. كل الحاجات الصغننة اللي شفناها دي هي الغذاء الرئيسي للحوت والسمك، وهي رغيف العيش، وهي الشوربة المغذية اللي بتعتمد عليها الكائنات الكبيرة في البحر. ما بيحبوا ياخدوا عينة من البلانكتون ده بينزلوا الشباك دي وبعد شوية يطلعوها تاني، فبتطلع بقى مليانة بالتصانيف الغريبة دي اللي شفنا بعضها. قلنا بيسموا هذه التصانيف في مجموعها يقولوا عليها البلانكتون، عاملين شباك خرومها صغيرة قوي عشان ما ينفدش منها البلانكتون ده. بعد كده ياخدوه بقى ويصنفوه تحت الميكروسكوب صنف صنف. لقولنا فيه اكتر من 50,000 صنف، كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. شوف حاجات غريبة قوي، دي يرقات دي، وده اسمه دي دودة من جدان البحر، دي يرقة من يرقات يرقة محار، ودي يرقات يرقة بتاعة نجمة البحر، اليرقة دي بتاعة أنديل. عشان تعرف طريقة ايه لازم تبقى بيولوجي بقى، ودي حكاية ساعات البيولوجيين نفسهم ما بيعرفوش. كائنات غريبة بلا عدد. شوف النجمة دي، يرقة النجمة دي، ده ستيري بود له حاجة زي جناحين كده، ده كائن عديد الخلايا مش خلية واحدة، مكون من عديد الخلايا، انه في قلب بينبض جوه. دي ده من ديدان البحر، سي ويرم،
دي ورقة أنديل. الأنديل كال الدودة، شوف الدودة جواه ازاي بيهضمها بقى دلوقتي. ده كارز البحر، دي كائنات خلية واحدة، حاجات غريبة صحيح. كل ده كارز البحر، كائنات خلية واحدة، وده براميل البحر برضو كائنات خلية واحدة، بارل سيلز، خلايا برميلية، كل واحدة برضو منهم خلية واحدة. 50,000 مصنف، ده نوع من الأنديل بيسموه الأجلمة، نوع غريب أو معمول من تكوينات عديدة من الخلايا، وكل مجموعة من الخلايا متخصصة في حاجة. خلايا عاملة كيس طف، وخلايا عاملة نفّسات مائية عشان تتحرك. شوف النفّسة المائية دي، وبعدين عناقيد تانية من الخلايا، العناقيد دي كل واحدة منهم معدة بتهضم، دي العناقيد دي كل واحدة منهم معدة بتهضم. وفي خلايا حركة، فبقى غريبة، عبارة عن يعني مستعمرة غريبة قوي، ومجموعة تكوينات خلوية غريبة فيها كل التخصصات. دي برضو يرقة نجم البحر، حاجة غريبة يعني. المتحف أحياء مائية، في نقطة مية. ساعات البيولوجي المتخصص تسأله تقول له دي يرقة إيه، ما يعرفش، يعمل مؤتمر. يعني هي المسألة، لأن هي اليرقة طور أحد مرحلة تطورية، فتتعوز علم بقى، علم استقصاء بقى، يبقى عارف كل حاجة. دي يرقات جمبري، يرقات كابوريا، ودي يرقات تانية. لو تسألني ما اعرفش، يمكن تجيب مجموعة علماء عشان يعرفوا دي تبقى ايه، هتبقى ايه يرقة ايه دي. خمسين ألف مصنف جوه نقطة مية، ده شمع البحر، بارنكل اسمه. لما يكتمل نموه يبقى بالشكل ده، يثبت نفسه على الصخور ويقعد يلتهم كل أثر لأي حياة تعدي حواليه، يهبش، عمال يهبش 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 وياكل، يهبش وياكل. ده اسمه شمع البحر، بارنكل، وده الأنديل الجميل. شوفوا شكله زي الأباجورة ازاي. يرقات الأسماك بتيجي تتضلل فيه، شوف السمكة الصغيرة داخلة بتتضلل فيه ازاي، داخلة تحتمي بيه، ما ياكلهاش. تلاقي بعض الحيوانات لها أصدقاء، خشوا يلعبوا جوه استغماية وما ما يحصلش عدوان. انت اخويا حبيبي اوعى تاكلني، فخلاص يبقى في صحوبية بقى.
بينما اي شفنا دودة البحر ازاي اتاكلت. كل دي انواع من الورقات والكائنات تحتاج لعالم متخصص، ده اسمه الكوبر بود. شوف عينه الحمراء دي، له عين حمراء كده عجيبه، عمالها تبرق دي وتتهز دي، حاجه غريبه قوي. دي البازيلاريا اللي هي الخلايا المصطفى على شكل حصيره، ولها حركه انزلاقيه بديعه غريبه، العلماء مش عارفين بتحصل ازاي. يرقة ثانية يا عالم، دي هتبقى ايه لما تكبر؟ مرحلة تطورية في ايه؟ هتوصل لايه؟ بيضة ايه مثلا؟ ما حدش عارف. يعني دي بيقول لك تعوز عالم وعالم كبير، والعالم الكبير برضه يتوحش، يجي ساعات قدام حاجة يقول لك والله مش عارف، خليها كده في المحضن، في المحضن لغاية اما تكبر يمكن نعرفها. شيء عجيب يعني، حقيقة متحف. قطعا اللي شافوا حلقات كتير عن الخلايا هتبقى الفيلم ده بالنسبة لهم قاموس ومرجع، لأنه بيقدم مجموعة حقيقي متحفية من أنواع الخلايا والكائنات في مية البحر وفي الماء العذب. وده كله في نقطة، شيء غريب. أنا سئلت أكثر من مرة، ماذا لو استطاع العلماء أن يخلقوا خلية حية؟ أنا بقول ده مستحيل، لسبب، لأن الخلية الحية ليست شيئا، ده الخلية الحية دي مؤسسة، جمهورية، دولة، كون، أوضة واحد على ألف من الملي فيها عشرات الألوف من المصانع للتخليق الكيماوي، فيها مخازن للمنتجات، فيها جهاز لصرف العوادم السائلة والعوادم الصلبة، فيها جهاز لتزويب الشوائب والقاذورات ولتزويب الخلية إذا ماتت أو تزويب الميكروبات المعتدية، فيها وسائل حركة، فيها قنوات ومجاري تمشي فيها السوائل الحية، فيها نواة في وسطها هي بذاتها معجزة، رئيسة مجلس إدارة، إدارة هيمنة، عقل إلكتروني، مركز أرشيف ومستندات، وجوه النواة جوه جوه النواة فيه اللوح المحفوظ اللي فيه صفاتك وقدرك وطولك وعرضك وأمراضك وعيوبك وكل اللي هيجرى لك، مكتوب بالشفرة بتاعة الدي ان ايه، أصغر من ان أي ميكروسكوب يشوفه. وبعدين في جدار مش عارف مرسوم ومنحوت شغل سيرياليزم، وفي غشاء اكنه هيئه استعلامات، غشاء الخليه نفسه هيئه استعلامات، فتش على الداخل والخارج، ده يسمح له ده ما يسمحلوش، ايه ده كله؟ دي ما تبقاش بقى الخليه دي شيء، لا، الخليه دي معمار، الخليه دي مؤسسه جمهوريه، دوله، كون، وكون فيه قيم، فيه قيم، لأن هذه الخلية أثناء حركتها بتندفع نحو الصالح تعمله والشيء الضار تهرب منه، ولما دي قيمة برضه، إحساسها بالضار والنافع، اتجاهها نحو النافع وهربها من الضار. فأكن المسألة هنا إن الخلق المركب ده اللي اسمه الخلية في النهاية ده كون بيتحرك جواه قيم وجواه فطرة إرشادية بترشده. يبقى ما هوش حكاية يقول لك ماذا لو خلق العلماء خلية حية، يخلقوا ايه؟ هي ده شيء ممكن، والعلماء يخلقوا
مواد عضوية يخلقوا بروتينات، يخلقوا نشويات دهنيات بتاع، لأن دي مواد بلورات، يعني مواد عضوية، يعني ممكن يخلقوا فيها زي أشياء في حكم المادة. إنما ده فرق كبير جدا بين جزء بروتين ولا مش عارف جزء نشويات ولا جزء سكريات ولا دهنيات ولا، وبين الخلية الحية. الخلية الحية دي حاجة تانية خالص، كون قائم بذاته. وبعدين فيها لغز الحياة نفسه، الحياة ليست مجرد شيء، الحياة دي كينونة، عالم له كيان، والعالم ده بيدافع عن نفسه وبيتكاثر وبيدافع عن بقائه ويرفض الذوبان في أي عالم تاني. الله، دي مش حكاية بقى بروتينات ولا دهنيات ولا لا، فالأمر ده مستحيل. وينطبق عليهم الآية التحدي، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ربنا قال آية التحدي دي من 1400 سنة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والتحدي ده قائم إلى أن تقوم الساعة، وينطبق على كل أنواع الخلق المركب. ربنا ادانا مثال بالذبابة، الذبابة نوع من الخلق المركب، لكن ده ينطبق الآية دي على كل أنواع الخلق المركب، ومن ضمنها الخلية الحية. لأننا شفنا أن الخلية الحية لما تأملناها في تفاصيلها ما وجدناهاش شيء، هي ليست شيء، ما هوش رجل كرسي مثلا، حي رجل أربع رجلين وتعمل قرصة وتعمل بتاع، لا، ده عالم قائم بذاته، مؤسسة فيها الموظفين وفيها رئيس مجلس الإدارة وفيها المخازن وفيها العهدة وفيها شغلانة، يعني ومكانات فده مسألة ثانية خالص، دي ينطبق عليها آية التحدي، وإلى أن تقوم الساعة لن يخلق العلماء هذه الخلية الحية. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.